شباب قاع الناس الغالية في قناة بوشعيب والضاوية. تديري يدك عليها فمك، واش بغيتي يصبح الشيطان مقرد لك تما؟ اوا نسيت، عندك الحق. لبدا كانت تما تقولها لي الله يرحمها، كانت تقول لي ماشي مزيان اللي يتوب وما يغطيش فمه. وهادي عندك فيها الحق. ايوا ها شتي، حنا الله يرحمها ما قارياش وتعرف الصح بالغلط. يا بدي السقري عليا، واش ما كانت مهمومه كيراني؟ بكري كان الميز والفهامه، اما اليوم الله يستر ما كان غير يجري مور الضرور بركه والو. ابعدا قولي لي علاش مصبحه عليا؟ ها اشت كاع عمتي ما بغيتيش قعد فيقي وقلت نجي نفيقك، راها تابعك شلا صوالح، واش نسيتي روحك؟ يا ودي ميلو راني تدهشرت، راني فقت قبيله وليت نعست. من قبيله وانا نجاره، ما خليت الكوافيره، ما خليت النقافه، النص ديال الشغل قضيتو. واش راكي تقولي عمتي؟ فوقاش وكي درتي له؟ ها قلت لك في المنام، في المنام ما صاحبتي. ردي المقراش سعدي بنتي نشرب واحد الكاس، بعدا كل وحده تشوف واش تدير. راه قال لك غدا يجيو يديروا الملاك، وحاجه ما قلعتها بالطريق. واش نكري؟ واش نصرف؟ واش نعرض؟ لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اي انت تعلمتي، ايوا تبارك الله. اه عمتي الله يكثر خير يمان، ما نعرف مين تخطاني كي ندير. هي اللي قالت لي مين تسمعي سمية الرسول عليه الصلاة والسلام وما تصليش عليه يتمي انا بخيلة زعما قرزازة. ايوا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. بصح عمتي درتي واحد الحاجة ماشي تال تما لا. اي نوري فاش؟ امين قلتي لهم الملاك في يومين، يانا بعد الاول مرة نشوفها. يا والله الا عندك الصح، راه تبان لي نضرب له نقول له زيدنا واحد اليومين اخرى. لا واه عمتي انا بعدا من عندي هذا هو الصح. ايوا هذا هو الكلام صافي، خلي بعدا حتى يطلع شويه النهار ونصونيلو، وروحي ديري لنا واحد الكاس ديال اتايه وكلها يدردب لصوالحو. ايوا واخا تيت سويت. بصح شوف اميلودا، زعما الا قلت له زدنا واحد اليومين ولا ما يقنف شوي بنقص. وياكي راني ما عرفتش عقليه هاد المصريين كي دايره. ياحي علاش يقنف مسي؟ وإلا كان على سبة، وإلا بنقص على هاد الشيء الماء والشطابة. لا عندك الحق، يومين ما نقضيو فيها والو، وزيدون رمضان راه عند الباب ما وجدت له حتى حاجة. أميلودا أماه راني مع عمتي في بيتها. أصبح الخير والربح عليكم. صباح الخير صباح الخير، خدمتي يا بعدا وجيت ولا كاع ما بكرتش؟ الا بكارت وما خدمتش، قالنا الباترون شتا. اميلودا اختي راني جبت الباكيت وشي بيضه تقليهم لنا الله يرحم لك الوالدين. اي لك على الحنش بوسكا كل يوم البيض. لا بدا هكذا، افين ماشي دجاجه عندنا في الدوار الا كان يتبعها واخا وسط السدره، ما كانش كاع يخلي البيض باش يديروا الفلالس. ايوا راني قلتها، داروا ربي حنش في صفت بنادم. والله لا تم تقولها له. روح الباشير حطهم فوق بوطاجي راني جايه. الا عندك؟ ايوا عمتي خليه ياكل رزقه ما تبقايش غير حاضيه. يا ما رانيش نهضر غير على البيض. ايوا على مراكي. الا ديك الزيت اللي راهي تقلى فيها ما تمشيش تسلقيهم له في الماء ودردري عليهم شويه الملح وتعطيه يرهش؟ ها يا عمتي ما يعجبوليش مسلوقين، نبغي المقلي. ايوا ولد خويا مين تبغي المقلي جيبو فاش يتقلى. والله الا غيت هناي راني نقليهم له في زيت الزيتون اللي جاب ديك المره با. اي زيت الزيتون كاع راه خدام في العماله، تجيبوا الحاجه وتبعوها تكملوها وتحسبوها عليا انا. والله الا باص. ايوا عمتي حتى هو راه يصرف ومين يقد يدور معاك. صافي صافي غير روحي انتي ديري لخوك واش مبغى، روحي راه يكون جيعان مسكين. شوف العزيز ديالي من الحنش البوسكه العزيز ديالي ديريكت اوجد اخويا راسك راه طلب بك شي حاجه. هاكا دير لسعيد من مش الخلات تقلبها لولدي العزيز، ما تعرف المصلحه هضرت والله. يا واش تراكي غير تخالي فيه؟ راني نسمع. واش بغيتيني ما نقولوش العزيز ديالي؟ واش غرتي ولا؟ راني مرضعك يا ولدي، واش نسيتي؟ وزيدوني لا موقفش هو مع عمتو في هذا الوقت، شكون يوقف معاها غاحي؟ او اسمو بغيتي تقولي يا عمتي؟
لا والو غير زعما قلت انت الراجل ديال الدار وراك تعرف ما عندي حد. قلت زعما هاد الايامات شفتك خدمت وما عطيت لي والو، راه تكون جمعت شي تخرقيب. عطيها لي عطيها لي نجهز الملاك ديال اختك تندير. عمتي والله ما عزيتهم فيك، عندي تما غير شويه بغيت نزيد عليهم باش نحرق. هيا نوري واش تبغي تحرق. لا لا ما فهمتينيش، بغيت نحرق الخارج. تعاود عاود عاود، واقيلا ما سمعتش مزيان. ايوا مالكي واش قلت العيب؟ بغيت نحرق وندبر على راسي، هاد البلاد ما عطاتليش. كي تكوت برادك قالها البلاد ما عطاتليش، واش تبغيتها تعطي لك يا نوري وانت تظن كسلكي سلوقي؟ اللي بغاها تعطي له ينوضي عري على دراعه وينوضي بكر، ماشي بنادم ينعس يخمر ويشد الحيوط بحال الا خايفهم يطيحوا ويقول لك ما عطاتليش. لا عمتي انا نحرق سي نحرق، نجمع قمدور ومردور ونشد الطريق. قلت لك هاد البلاد ما عطاتليش. ايوا عمتي خليه يصوفي روحو كي قال الاخر. هادي غير مين ما عطاتلك جمعت باش تحرك ياي. اشوف ماشي زي ما تقول حزتك ولا لا والله والو، انا بغي لك الخير وبحالك بحال بناتي، عاد نسبقك عليهم وكنشوف مين نوض الفجر ونرد راسي للقبلة نبدا بيك انت الاول. عمتي عمرو صلاتي الفجر؟ ايوا انت كي تخليني مع ولدي. ايه الباشير اروح اروح جمع قدامي اروح، بغيت نسولك يا ولدي. دروك هاد التقرقيبه اللي راك جامع شحال فيها؟ غي واحد البركه قليله. غي بركه قليله وبغيت تحرق بيها؟ غي قول قول زعما راني موك جاوجه. لا ها شوفي لا خفت بالعين والله ما نعين، عيني زينه. ايوا قول. 40,000. اياي وشحال هذه هي 40,000؟ واش اللي نعرف انا ولا شي وحده اخرى؟ لا اللي تعرفي انت 80,000. وكان دخلنا عليك بالله، واش هذه اللي تحرقك؟ مسي وانا كنت ناوي تحرق لدواركم. ايوا هذه حاجه اخرى. ايوا عمتي راني ناوي نزيد عليها. جيبها 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 اللي هنا تندير. اشوف تا تجمع الباقي ومين تبقى لك غير هاد 40,000 باش تكمل الحساب نعطيها لك. الباشير اغي اعطيهم لها اخويا وصلي عليهم صلاه الجنازه اغي اعطيهم لها، والله تا تبعك فيهم دجاجه كحله. يا اما يطيحوا لك يا اما يطيحوا لك، والله واخا كاع خليتهم لا درت فيهم شي مصليحه نعرف التابعه ديال عمتي. يا ويام زعما نقول انت اللي تعاونيني فيه ساعه انت اللي تحرشيه؟ بصح عقلي روحي ديري في زي واحد الكاسيوه انت شفتو لي ريق على النبيري. صافي غير نوضي البنات راني كنت رديت المقراج قبيل يكون طاب. يا يكون خرج عقله ماشي غير طاب ساعه وانت تهضري، واش خسرت البوطه؟ واش ما كانش اللي يحاول غير اللي يغزي فيك؟ شتا الباشير شت بعينيك. هما واخا كاع تعطيهم لي منا نخسرهم عليكم منا. واه زيد انا لا جمع واش عاد نعرض عليك ندير لك شويه البيض حداك. لا لا غير كاس ديال اتاي تاي دفى شويه ونشربه اصبحت ما قاداش بنتي. لا 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 جمع ماشي وقت المرض وقضي معايا يلا ينحس الشيطان. واش نقابلك ولا نوض نجاره؟ هاد الروك يطلع النهار ونولي مزيانه غير داك العشاء اللي تعشيت البارح وقيل ما قبلاتو ليش المعدة. بالسيف ولفتي المحمر والمفور بالسيف الحافي يعبزلك على الخاطر. ايوا صافي الشربية تيفاجي عليك. يا قولوا بسم الله سلع الطور هضي الله يعطيكم الجوع. واش وكلتكم نتوما باش نزيد نوكل طا الشياطين؟ على مراكي رانا غي حنا. يا راني عليكم اللي داخلين في الطبسي سان كيام، قولوا بسم الله باش تشبعوا ما ياكلش معاكم الشيطان. ايه يا انا قلتها في نفسي. ايه يا غيس كنت بلع فمك من تمضغ، واش هذا الطبيعه الشينه تمضغ بحيلة توطى في الغيس تقلع الكلب. بلع فمك يا صاحبي.
ايوا مالك انت متحله بالعمه وزايده بالظلمه؟ واش قلت العيب؟ راني نوري له غير صوالحو. عيب يحل فمه ويمضغره داك الحس يعيف. عاد ما شتيش الا طارت له شي حاجه تما وتجينا هنا في الطبسي؟ قال لك بغا يحرق، بغا يفضحنا مع الدول. قلت له بعدا غير تبعتكم وروحوا فين بغيتو. بالناقص بشي طريقه جايبو بفلوسه مسكين عدو تقمعوه. ايه راه بحال ولدي نوري له صوالحو، واش نخليه تيضحكوا عليه عباد الله؟ وياك ولدي ما تنقرش بيا، ما التربيه علمتكم امكم، وانت يا بعدا علمت فيك قليل ولا تاكلوا التمره وتنكروا العشره. بناقص كاع بشي طريقه. ارواح اختي تاكلي راني موالف معاها معليش. يا شوفي لك كيما بغاوش على بعضياتهم. قال لك خوك خوك ما صاحبك لا يغرك. يا كي يقولوا لك اتبان لي ديك الكرش عندك عاد لاصقه مع ظهرك، واش مازال ما تجيبي لنا شي عدودو؟ هذا هو الوقت يكبر معاك. ان شاء الله خالتي ان شاء الله. ها بصحة شوفي راكي تكوني تشربي ديك الخلات ديال الكلينه. قال لك ماشي مليحه، ابداي الاول بعدا بالبز تاع الا شربتيها من بعد ما عليش. ايوا جات خماس زهيه قد سدحه. ايوا واش قلت العيب؟ ياك بعدا عصام يموت على البز وبالو ما ينوضش يديروا البزاوز، واش راهم يستناو؟ هاد براسهم قلت لك يتفاهموا هو ومرتو، احنا خاطينا. يا الخامسه مالها قنفت ما قلت لها والو. ايوا زعما بنات اليوم ما يبغيوش اللي يقول لهم. ايوا واش قلت العيب؟ شتي لك البنات اليوم وعلى والو يقنفوا، وانا عاد اللي كنت حاله فيها الفم. ايوا بنتي حياه كي راكي دايره وراكي مزيانه، واش توالفتي شي درتي شي جيران؟ وتبارك الله عليك يا بنتي. مالك يا بنتي ما عجبنيش فيك الحال، ملي شفتي وانا محكره لك ماشي تالهيه، ياك ماشي مشكل مع عصام؟ لا عمتي لا كان مشكل كبير وما عرفت ما ندير. وحاودي لبنتي راني بحال امك. عمتي المشكل هو ما كان ولدش. اه بنتي واش تراكي تقولي؟ والله عمتي لا بصح. لا اله الا الله. ها شوف بنتي ما تقطعيش لي اسم رحمه ربي، وانتي مازال صغيره وربي قادر على كل شيء. الحمد لله. وكثري من هاد الدعاء في السجود، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وربي ما غاديش يخيبك ان شاء الله. ما نكذبش عليك عمتي انا قطعت لي ياس. لا بنتي غير تيقي في ربي وربي يعطيك على حسب نيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي، غير حسني به الظن وما تخافيش. والقدرة ديال ربي والرحمة دياله كبيرة بزاف، قطر من الدعاء وربي غادي يجيب الفرج. ياك بعد عصام ما قال والو؟ لا الحق ما عمرو غيرني حتى بكلمة. الله يجازيه بخير ونعم الزوج. ديري اللي قلت لك يا بنتي والكمال على الله. الله الله يا عمتي واخا هو ما يكونش كاين اللي يكحلوا له القلب. الله يهديهم يا بنتي الله يهديهم، ما تديهاش فيهم. بارك الله فيك يا عمتي، والله الا ارتحيت من خويت عليك قلبي، راك عزيز علي ربي اللي عالم. واسمحي لي استكتينا همي، البارح مشيت عند عمتي عيشه شفتهم هكاك فرحانين بالخطوبه ديال ايمان، وما بغيتش يحسوا بيا بلي راني مغيره. وقلت لهم خالتي الخامسه قالت لي رواحي وقعدي معايا، درت السبابيكم باش نولي قبل ما يحسوا بيا ونخسر عليهم الفرحه. مرحبا بك يا بنتي بحال هنا بحال تما، وما ترديش لخاطرك، رخفي على روحك شويه، راه حتى النفسيه المدمره تلعب دور كبير في هذا الشيء. ايوا الحمد لله حمدي الحمد لله. الو الو نعم ولدي تامر. اه حضرتك طنط عائشه؟ ايوه ازيك يا والدي وش اخبارك؟ كويسه شويه؟ الحمد لله الله يبارك فيكي. اسمع يا والدي العزيز عايزه اقول لك شي كلمات. نعم اتفضلي.
ماشي يا والدي زربتوا علينا شوية؟ نعم. يعني ما عطيتوناش وقتي كثير، يومين بس ماشي كافية، من فضلك زيدينا يومين أخرى عشان نوجد على خاطرنا. يعني أديك يومين ثلاثة كمان؟ الله ينورك، بالضبط كده. ما فيش مشكل حضرتك، بس ما تحمليش هم حاجة، أنا هتكلف بكل حاجة، أنت جهزي بس العروس. إيه؟ تتكلف بكل حاجة وأنا زهز العروس؟ إيه يا نوري، إلا زهزت العروس يدرت كلش. أيوة أيوة، أنا زهز العروس وإنت تيجي تاخد العروس. يا دير هذاك زهز العروس تما الحصلة. نعم حضرتك. قلت لك شكرا شكرا كثيرا، انت حتخلص علينا كل شيء. لا بعيد الشر عنكم، اخلص عليكم ازاي؟ يا مرة تفهمني مرة تدير راسك بالله، توصلت الفلوس قول لي ايه حضرتك، يعني تتكلف تتكلف. ما فهمتش حضرتك. ايوه انا اللي حتكلف. ايوه ربنا يكثرهم عليك. اسمع، لما نحدد النهار بالضبط راح اعيط لك. صافي تعيطي ليه يا فندم؟ حضرتك في حاجة؟ يعني أصوني لك أصوني لك. تتصلي بي يعني؟ أيوة نعم نعم. اسمح لي يا ولدي، أنا ما نعرفش نهضر زيك. المهم إن أنا وإنتي في الأخير بنتفاهم. يا الله يرضى عليك، لعندها كل شيء المفاهمة. أيوة بالضبط كده. مع السلامة. مع السلامة. ايه وعندك غير تقلب علينا، راه ما فيكم ثقه. الله الله، هذا مسمار طرقناه. وهذه عيشة ولا الزاهية، فعيلهم ما هيش باهية، لو كان ما كانش الضاوية، لو كان النار بيناتهم قادية. يا وهذا بوش عيب يحضر ويغيب، ما يديرش العيب وقلبه زين، ميلو دنيا الصافية، ما تدير عيب ما تدير كاوية، والدنيا دي مهانية ومع الفلام وراهي ساهية. يا وهذا سعيد الأخضر لكيد، إنسان فريد وعلى العيب بعيد، إيمان اللي معروضة للزواج، حياة اللي خرج عليها التفرجة، مرحبا بقاع الناس الغالية، قناة بوش عيب والضاوية.